طبعا عجهنا. في او ميشيل عون ببعبدة. من ضروب الاستحالة على أي مسؤول عوني نائبا كان أو وزيرا، أكان اسمه غسان أو ماريو أو جبران أو سليم، إيجاد ولو ثغرة أو هفوة أو غلطة في سلوك زعيم التيار التاريخي العماد ميشيل عون. ومن نافل القول أن كل عيوب السياسة اللبنانية ومساوئ الطائف وكل المفاسد الأخلاقية والمالية وكل الارتكابات والموبقات يتحملها الآخرون ما عدا واحد ومن معه. قبيل انتخابات العام 2005 شنت زميلة عونية حملة شعواء على حزب الله والياس بيك سكاف أحد رموز الإقطاع وضرورة مواجهته، ولم تسكت إلا لحظة إخبارها أن الوزير سكاف أعلن قبل دقائق عن تحالفه مع التيار، فلم تصدق، وبعد أشهر قليلة تحالفت السيادة مع الميليشيا. ومن أفضل من ترجم طهرانية العرق العوني وتفوقه واستقلاليته وقوته وانبهاره بأفعال القائد التاريخي نائب قضاء علي سيزار أبي خليل، فغرد قبل أيام بلغة المتشاوف والمتميز عن الطبقة السياسية قائلا: يلي عم يحل لتشكيل الحكومات قبل 2005 بوقتها كان السوري يشكل، وكانوا الشغيلة زعيمات وقيادات موزعين من الصف الأول للصف العاشر. بعد ما فل السوري توهم بعض الشغيلة أنه قادرين يعملوا مثله. فيقوا ببعبدة في ميشيل عون ونحن خارج الصفوف المدجنة يلي تعودتوا عليها ما تضيع وقت. لكن سهى عن بال القيصر العوني أن بين الشغيلة من كانوا إلى يمين الجنرال وإلى يساره على طاولة الرابية، ومنهم على سبيل المثال سليمان فرنجية، ميشيل المر، طلال إرسلين، إلياس الفرزلي. وسهى عن بال نائب قضاء علي أن من ورث السوري سلوكا وممارسة ويعمل مثله تماما هو حزب الله، الذي يملك ما يملكه رئيس الجمهورية مثل حق الفيتو على أي تشكيلة حكومية، ولا ينقصه إلا التوقيع، لا بل إنه يملك أكثر. لعل الخطأ الفظيع الذي ارتكبه النائب العدواني الطباع في تغريدته تنبيه من يعنيهم الأمر وإيقاظهم على حقيقة وجود ميشيل عون في بعبدة، ظن أن في الأمر ما يدعو إلى البهجة والارتياح والفرح، فدعهم نائمين يا رجل، دع لهم فرصة الحلم بجمهورية لا تحكمها نزعة التسلط والمكابرة.